نحن أهالي ناحية الوحدة نطالب بمتابعة أو بإقالة المسؤولين في ناحية الوحدة، لأن ناحية الوحدة من 2003 لحد هذا اليوم ما قدموا لها أي شيء وما جلبوا لها بس الفساد والعرايك والطلايب والمشاكل. وإحنا اليوم اللي أسولف قدامك اليوم من أطلع تظاهرات ونطلع تظاهرات نهدد، يقاضوننا عشائريين ويهددوننا بكل الأساليب. فمناشدتنا اليوم إلى كل كتلة جابت مسؤول تتحمل أو تحاسب المسؤول اللي تابع إلها، لأن ماكو أي محاسبة من قبلهم نهائيا. بالنسبة للشريف، الشريف ما له وجود، الشريف اليوم بالحكومة ما له وجود. الحرامي والفاسد يكرم اللي يبوق ناحية الوحدة واللي يفسد بناحية الوحدة، يدزون عليه بالمحافظة يخلونه مسؤول، أو يدزون عليه بأحدى الوزارات يخلونه مسؤول. ما هو مو 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 ثابت عليه بالدليل هو فاسد، ليش يكرم؟ والشريف والمخلص يحارب يهدد يساومونه، لو توقع لو نقتلك. من 98 لهذا اليوم احنا كان عندنا مدير بلدية واحد، قبل سنة جابون صار عندنا مدير بلدية نزيه وشريف اللي هو سيد عادل الناجي الجزائري، كان مدير بلدية حي الزهور البراشدية البالحسينية من راشدية. اجى صار لسنة قام يهدد ويأذونه، ويومية تهديد ويومية مشكلة، لو تصير فريقنا لو انت عدونا. ليش يا دولة رئيس الوزراء هذا الشريف هيك تكرمونه بدل ما تحمونه تخلونه لقمة سهلة للفاسدين؟ طبعا من الأحزاب الإسلامية الموجودة المعروفة، بس أنا أشوف اليوم ماكو جهة سياسية حزبية إسلامية تقبل بهذا الفاسد اللي يكون عندها وينتمي إلها ويمشي باسمها. فإحنا من خلال منبركم الناشد كل التيارات وكل الأحزاب الموجودة بناحية الوحدة أن تتابع مسؤولينها، لأن ما قدموا شيء ناحية الوحدة نهائيا، كل شيء ما قدموا. وأنا اللي يحكي لك اليوم هسه من راح يشوفوني بالتصوير راح اتهدد وراح اتحارب وراح اتاذى بسبب هذا الكلام اللي قلته، بس ما منها مجال. مظاهرات احنا اليوم جايين بها، مظاهرات نطالب بقاله قيوم مقام ومدير ناحيه من زمان، صار تقريبا من السقوط اللي جاي هم بالمنطقه، ما جانا فتشي للمنطقه جديد، اي شيء ما تقدم للمنطقه. منطقه ناحيه الوحده الكبرى ما بها مستشفى، ما بيها وادي مظلومه، اللي يطلع لبلقاء ذاك اليوم ما حتهددوه، هددوه وجهاله. اجى للمحافظ، جاء المحافظ ما حد طبعا المحافظ حاكاه، هددوه بالقتل، هددوه قال استاذ ما اقدر اودي سيد، ما اقدر اودي اطفالي المدرسه، هذول شوفهم. قال له سهله. اجى اللي جاي سيد الله يوفقه، شو ما وصلنا فد شي يوصلنا، ما وصلنا فد شي نريده يفيد المنطقه. شو اجى المحافظ وطلع قطعوا المعينه، صار لك 15 يوم الله يطول والدي، ما هي البيار تعطينا ماي، ما استفادينا اي شيء. نطالب بعد، ما نطالب من السياسيين، نطالب من الساده من المراجع، نطالب من عندهم بحق علي بن ابي طالب الساكنين يمه، ها نطالب من عندهم، هم يدخلون بناحيه الوحده وقضاء المدائن وجسر دياله، هم اللي يدخلون. الحكومه ملينا من عندها، عما لا حاجيك ابوي عاد ما صدام 92 عادته كل شيء ما محصلين، ما دعنا مالتي كل شيء ما محصلين من عندهم، بفلوس شغلك يمشي، ما عندك شيء يمشي.
عصابات عمي، عصابات من 15 سنه صاروا المقاوله يمهم، الدنيا يمهم، بعد هم صاروا، هم صاروا عصابه كبيره. تحكي تحكي اسكت، هاك اسكت اسكت عم. انا دام بشركه كنت اشتغل بيها وبالفلكه، يجون يطبون وياي رجل حارس يخلون الرجل يطلع، اجوا اخذوا مالتهم. ويا شنو هي؟ خابرته خطيه زلمه ما يلحق عليهم، اشتعارك وياهم؟ يقتلونه ياخذون فلوس، استفادوا هم صاروا هم بعد هم جهه لوحدهم، سيارات كلها ضد الرصاص عندهم، عندهم هاي الحوثيه وعندهم وسلاح عندهم وتخويلات ويمشون بكيفهم بعد. دعمه هو قيم مقام، شو دوله؟ اقول لك دوله وانا ابنه ما يسوي لي تخويل، ما يسوي لي هويه؟ ها؟ ما يحميني؟ يحميني؟ هسه هذا الولد قتلوه لدلفي من عشيرتنا من جيراننا اخونا من قتلوه، هسه هم سلمه للسجن الكتال، سلمه يا اخوي سلمه انت، سلمه وتعال تعال سلمه وتعال الوادم. لا سلمه ولا هاي وادم مبتلين، والله مبتلين، والله ما حد شايفه ناحيه الوادم. الوقفه مالتنا هسه بالنسبه لي احكي بشيوخ قضاء المدائن على الفساد اللي صار لليوم 15 سنه ما قضينا عليه لحد الان. طبعا هم يندعون بها، هو قيم مقام يدعي بها انه بالعصائب وبريئه منهم العصائب، واحنا بالنسبه بشيوخ قضاء المدائن احكي عن ناحيه الوحده، احنا منطقه منكوبه هسه الطب المنطقته هو خضير بريع وفاضل بريع، يعني تبليط ومجاري على حسب الاصول والارصفه، وهاي احنا لا مستوصف عندنا، لا مستشفى، لا مجاري، لا بشيء، يعني جهانا لا تمطر الدنيا اقل مطر، يعني والله العظيم يعني خطوط عندنا نوبات ما عندنا خطوط، والله العظيم يجون مطينين من فوق لجوا، اندمرنا والله العظيم دمرونا اليوم صار 15 سنه، والله عليهم وعلى الله على الباطل، هاي العصابات الصول والجول بقضاء المدائن، زين؟ اللي يطلع على شغله يخاف، اللي يروح على المكان يخاف، اي شغله هسه تدخل بها لا مو هو ما تصير بها، والله دمرونا. من ذاك اليوم لهاليوم والله الميليشيات هي الدوله، اقول لك هي الدوله ما قادرت لهم هذول العصابات. اول شيء القاده مالتهم تتبرى منهم، تطلع على التلفزيون تتبرى منهم على اذاعاتكم الكريمه تتبرى منهم، وثاني شيء الدوله تاخذ مجراها، تاخذ قانونها وتلغي القبض عليهم، زين؟ فالدوله لا استجابت ولا مراجعنا استجابت لنا، يعني ولد شباب مواليد 27 سنة يقتله ايش مثل ما قاتله طير دجاج، فاضل برع واسلام برع وخضير برع، زين مسيطر على البسمايه كلها، يعني شريط 12 شده طب له من البسمايه خضير برع وفاضل برع بالقوه ياخذها بالسلاح ياخذها، شركه صينيه مسيطر عليها، قام يكتل بولدنا بعد، قام يكتل بالشباب يا اهل الطب يكتله لحد الان، لحد الان ما متبريه اخي، ما متبريه الاحزاب، طلعت على القنوات تبرت منه، ما تبرت منهم الاحزاب لحد الان، ما تبرت منهم، استغالت قيم مقام هو وعصابته اللي يطلع على باب الله حارس يستغله، اللي يطلع من الطريق يستغله، ومسيطر على قضاء المدائن من سقط النظام لحد الآن، هو وعصابته أسلحة عنده، سيارات عنده، وبكيف يتحكم يجول وهو رئيس الدولة وهو بالحكومة، وشباب عندنا طلعوا على باب الله وخاطبين، خاطب هذا ولا واحد منهم خاطب جديد على باب الله طالع، وطلعوا هو وعصابته واخوه وابنه وقتلوه على ذنبه، لا ماخذ ولا منطي ولا اب، على باب الله طالع وقتلوه ومشوا، والثاني هم قتلوه ومشوا، وما حد الا شغله ولا لا حساب ولا كتاب وياه. كنا نطالب احنا رئيس الوزراء باستقالته، ونطالب المحافظ بغداد باستقالته هو وزمرته، ويحاسبونه ويجيبونه للقانون، ما حد يحاسبه، ما حد يحاسبه، هو الاول وهو التالي، هو غيم مقام وهو يسدر بكيف قانون، ويذبح ويصلح من سقط النظام لحد الان، ماكو حساب بكيفه مستقل،
ويتذرب وين اكو تذر والعصايب تبرت منه وسيد مقتدى تبرى منه والدوله تبرى منه، لكن نريد حساب ويصدر قانون بحقه. هاي الشياب هاي اللي قاعده كلها قاعده ولتها قاعده مو وبذل الذبح من سقط النظام الهدام وشهداء الدينة ضحايا الدينة ماكو خدمات. واي مقاول اي مقاول يطلع اي مقاول يطلع على مو فاضل درع وياه ياخذ نص ما يشتغل ما يشتغل ما يخليه يشتغل، لازم ياخذ نص. تنطيني نص انت تشتغل ما تنطيني فن ما يطلع. وهذا هو مستقل الدولة من سقط النظام لحد الان. ونريد نطالب المرجعية ونطالب المحافظ ونطالب رئيس الوزراء ونطالب رئيس الجمهورية ونطالب الشرفاء مو انه باستغالته ويحاسبونه حساب قانون. احنا ممثلين ناحية الوحدة قضاء المدائن، اولا مطالبة باستقالة هذا القيم مقام، لانه اولا عنده عصابات، العصابات مالته يقودها اخوه خضير برع اللي هو قتل هذا الشخص اللي كانوا جماعة يحكوا لكم عليه ابن ستار اكرم ستار، فطالع على باب الله وقتل ابنه ابن القيم مقام واخ القيم مقام، هذول يقودون العصابه. بعدين خدمات يعني للمنطقه في يعني اللي داعب خدمات للمنطقه هذا منبوذ عندهم ما يغنون. الخدمات لا شارع ولا مستوصف زين ولا الكهرباء متعثره. المدارس عندنا مدرسه والله عبروا بها شيلمان في سبيل لا تقع شو اسمه. اول ما داوموا الطلاب قعدوهم بالقاع. احنا عندنا طلاب صغار ودينا لهم كراسي يعني ما بها هاي المدارس، وعندنا مدارس هسه هيكل هياكل يعني الهيكل كامل ها، واللي معطلته هاي هي هاي العصابات اللي معطله. يجي على المقاول تعال تنطيني مبلغ يلا خليك تشتغل. المقاول عنده صرف وعنده عمال وعنده اليات وعنده هاي زين، المن ينطي العصابة ذا ينطيهم ثلث أو ربع المبلغ أو نص المبلغ شنو فايته؟ طبعا ينهز. عافوهن عافوا المدارس، المستوصف يعني خدماته قليلة، الشارع خدماته قليلة. الطالب هسه من يريد يطلع من بيته للمدرسة يجي مطيل، لازم تبدل له ملابسه تغسلهم. الطالب الصغير بالأخص الصغار الولد ولا الشباب، هاي الكبار تعاني يعني وتعاني معاناة كلش قوية. يعني الكبير لازم له سيارة توديه، له يصعد له بزتوته، له شو اسمه، لأنه شارع ما ينمشي. شارع هسه حاليا هاي كم يوم صار المطر، الشوارع كلها مي وحفريات، سيارة ما تقدر تطبها، يعني السيارة بالقوة يلا تطلع. إي المي لحد الآن المي صار اليوم بال 15 يوم ماكو مي. إجت حوضيات، الحوضيات ما تلحي. حوضيات انا من الناس والله ما وصلت حوضيه لبيتي ابد، انا وجماعه يطلع بينا بال 10 15 بيت ولا وصلت فضائيه. جاي نصفي من النهار ونشتري حبوب ونخلي بالشو اسمه سبيل حتى واحد يغسل منها وهاي، والميه الشرب على هاي شو اسمه الاروات نشتري من عندها. فاحنا هسه مطالبتنا للمحافظ، هسه جايين للمحافظ في سبيل استقالة هذا الشخص، لأنه هو محرمنا من الخدمات. هذا الشخص هو محرمنا ويقتل ومجرم، يعني ما أنت ما تقدر حتى من الطالبة أنت تخاف على نفسك، تخاف على ولدك، تخاف على شو اسمه. إذا تحكي حكاية خشنة يمكن وياه يقول لك هذا هاي. فإحنا مطالبتنا أولا على الخدمات واستقالة هذا الشخص، والموجودين بالمدائن المسؤولين هم لازم يحاسبون ويدجون عليهم. اولا نطالب باقاله قائم مقام قضاء المدائن فاضل برع ومحاسبه الزمره العصابه اللي هو محتويها صار له 15 سنه حاويها ومهون عليها، وما حد لا يقدر احد يشتغل لا يقدر احد يعمل لا احد يقدر يطلع.
واكو قضيه ثانيه، اجانا مدير ناحيه شريف سيد عادل الجزائري حاربوه ودزوا له تهديد من قبل فاضل برع شخصيا، دز له تهديد قال له تعاون يا العصابه مالتي، انت ويانا ما تعاون احنا راح نسوي ما نسوي بيك. فنطالب بالحكومه والقانون ان يحاسبون هاي الزمره العصابات. شكرا. خدمات متردده، اكو مشاريع انطت بديش الاوقات الموجوده من كان سمير خشان مدير بلديه وهم كانوا موجودين هاي الزمره، اكو خدمات انطلقت لمنطقتنا، اقوى ميزانيه بغداد هي ناحيه الوحده، بس ما شفنا خدمات عليها، الفلوس كلها انصرفت وراحت انصرفت بالجيب، هو نفسي توقف الخدمات، هي هاي العصابه اللي مكونه على القضاء كله. الاسماء هو فاضل برع وزمرته، فاضل برع وزمرته هاي اللي يقودها من بعده خضير برع اللي هسه هو شارد، والحكومه ما عاجزه عن القاء القبض عليه. اليوم احنا طالعين مظاهرات قدام المحافظه بسبب قتل ابننا اللي قتله خضير برع وقالت فاضل برع. فبالنسبه احنا صار اليوم 8 ايام والدوله كل شيء ما سوت لنا، الدقة العشائر منعتها الدوله بس على الفقير منعتها، بالنسبه للعشائر التزمنا بدقه العشائريه، بس بالنسبه لفاضل برع وعصابته سلاحهم ويقتلون بالناس ومتهمين على 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 الناس والدوله، فاحنا نطلب من رئيس الوزراء يسوي لنا حل خلال هاليومين، واذا ما سوى لنا حل بهاليومين لا والله راح نرجع الدقه العشائريه ونسوي الدم بالدم. والله الخدمات ماكو اي خدمات، يعني بالنسبه لا تبليط لا مي، صارخ 15 يوم مقطوع المي لان المجاري مال دياله طاقه وما عندنا اي خدمات. هاي كلها هو اللي مسيطر عليها فاضل برع، لان هو قيم مقام القضاء والقضاء تشتي من خدمات عامه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، جينا لمحافظة بغداد لدينا عدة مطالب. أول مطلب هو إقالة قائم مقام قضاء المدائن المدعو فاضل برع وشلته الفاسدة الفاشلة. لديه مجموعة منظمة متكونة من 40 أو 50 نفر، هاي المجموعة يقودها فاضل برع وخضير برع وإسلام بن فاضل برع، قامت بقتل الناس الأبرياء، واللي كان قبل أسبوع مقتل ولدي كرم انقتل بدم بارد أمام انظار الناس وأمام عشائر ناحية الوحدة. ودعوانا لله ورسالة نوصلها لسماحة الشيخ قيس الخزعلي أن يعلن براءته من هؤلاء، لأن هم يدعون نفسهم منتمين إلى قياداته. وطالبنا عدة مرات في قنوات سماحة الشيخ ولحد الآن لم يرد علينا، ونطالب أيضا دولة رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات السريعة بحقهم، هناك أوامر قبض صدرت عليهم. وبعلم قائد عمليات أيضا سوى مؤتمر قبل فترة، لأن كانت أيضا مشكلة هناك في ناحية الوحدة، نفس هاي المجامع اللي قودها فاضل برع هانت عشائر الوحدة وداست على عقال شيخ عشيرة، والدولة ما حركت ساكن. شيخ عشيرة داسوا على عقاله، شيخ من العراسلة داسوا على عقاله وما حركوا ساكن الدولة. شنو هذا السكوت؟ يعني شو وين احنا وصلنا؟ وين احنا وصلنا؟ الحكومة لحتى هاي اللحظة لم تستجب. قائد عمليات متواطئ وياه لأن هم ابن عمه، اجى سوى مؤتمر وحكينا ورد النوب يحمد بقائم مقام. قائد عمليات متواطئ وياهم ابن عمه يصير وأذى العشائر وهان العشائر، يعني دوس على عقال شيخ عشيرة وموجود شيخ العشيرة وأمام انظار الناس، وهاي اللي شو كلها تشهد. هانو والدولة ما حركت ساكن، المسألة عادية. وين احنا نحط ديننا؟ نحط ديننا بيد ترامب يريد هيك يسوي؟ انا عندي 16,000 قضاء المدائن عشيرتي، اقدر افعل ما اشاء، بس لحد الان محترم القانون. من عود دق العشائريه علينا ما يخالف، ملتزمين بالقانون، بس امنعوا الفصائل هاي العصابات اللي صول وجول ترمي بالشارع تقتل الناس بالشارع. الى متى؟ الى متى؟ طفح الكيل. اليوم لازم اقالته فورا، والا سيحدث اقتتال داخلي، اقتتال لا مثيل له.
أنا شيخ عشيرة عام شيخ عشيرة الدلفية في قضاء المدائن، إذا الدولة ما استجابت راح أتحرك، راح أتحرك ومكسورة بحظ دولة رئيس الوزراء. إحنا شباب الطالة بطالة، لا شغل لا عمل، كسب ناس، ونحن احنا نريد الخدمه للبلد. احنا اليوم احنا شباب وشباب نريد اليوم نريد خدمه للبلد. اليوم ماكو اي انجازات للبلد، اليوم بالاخص اليوم ناحيه الوحده. احنا اليوم خرجنا اليوم مطالبنا انكسبه، لا شغل لا عمل، قاعدين، والعصابات الاجراميه تصول وتجول بقضاء المدائن، بقضاء المدائن يقتلون بالشباب والشياب وابناء العامه، ما خلوا علينا يعني اي 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 شيء. تجي شركه يساومها بالنص، اما تنطينا نص العمل اما نقتلك، وماكو اي خدمات من ناحيه الوحده، يعني اطلاقيا ماكو اي خدمات. احنا من قضاء المدائن نطالب باقاله قائم مقام المدائن وخدمات وشغلات ماكو، وزمر يعني زمر شلون زمر يعني موجوده داخل المدائن، ورئيس الزمره قائم مقام المدائن، فزمر قتله، اي شيء يصير يستحوذون عليه، اذا شركه تشتغل نفط واذا شغلات تجي مقاولات واذا كذا، مو خدمات ماكو، مستحوذين على هذا الشيء، يعني ما ينطون فد شغل لابناء المنطقه او ولد المنطقه، يجي من خارج المنطقه اذا شغلات اخرى كذا عمل، ماكو هسه بالمنطقه شغل، خدمات صفر بالمنطقه كلها، القائم مقاميه وناحيه الوحده شغلتها صفر، كل شيء ما بيها خدمات، يعني ابد خدمات تعبانه. ونطالب بإقالة قائم مقام المدائن، لأن رئيس زمرة رئيس شلون كتلة تعبانة وزمرة قتلة، مو يعني زمرة بها فائدة. احنا ابناء ناحية الوحدة نعاني من الخدمات، واهمال 15 سنة ماكو لا خدمات لا هاي، وقائم مقام المدائن زمرة إرهابية، هو وزمرته قاموا يقتلون. قبل سنتين قتلوا لنا شيخ عشيره، شيخ عشيره قتلوه قبل سنتين ثلاثه، وهم بدم بارد، وهاي وحلتها جهاء العشائر والهاي وحلوها، وهاي المره الثانيه هم كرروها، وهسه لا مأمنين على روحنا، نطلع ندور عمل، ابنائنا تطلع تدور عمل، ما مأمن على روحها، ما مسلم، والخدمات صفر، يعني تصرف لهم الدوله ما شيء بسيط والباقي خذوني عشان يقنعونك ويقنعوني به، يسبوا اسات وما ادري شنو، انتهت الموضوع. ونطالب وقالة قيم مقام، ونريد يشوفون واحد مكانه يخدم البلد ويخدم الناحية. بيان عشائر قضاء المدائن. بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. عندما يتعامل الرجال بالحكمة والاتزان واحترام بناء الدولة على أساس القانون والعدل، فعلى القادة احترام ذلك المبدأ. نحن شيوخ ورؤساء عشائر قضاء المدائن جئنا اليوم وفق منطق العقل، حيث يعاني قضاء المدائن من إهمال كبير في الخدمات نتيجة استحواذ قائم مقام القضاء وشقائه وولده المطلوبين للعدالة على جميع مقدرات المدينة، وآخرها راح اثنين من شباب ناحية الوحدة ضحية نتيجة استهتار عصابات يقودها أشقاء القائم مقام وولده إسلام. وهنا طفح الكيل، والسكوت على الظلم كفر في معيار السناين القبلية. لذلك جئنا وبيدنا المطالب التالية على مجلس محافظة بغداد: اتخاذ قرارا فوريا بإقالة قائم مقام القضاء، إلزام السيد محافظ بغداد بتنفيذ قرار مجلس المحافظة واتخاذ التدابير الأمنية لحماية أهالي قضاء المدائن. ثالثا، نطالب القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه الجهات الأمنية بإلقاء القبض على عصابات يقودها أشقاء قائم قضاء المدائن وولده وتقديمهم للعدالة. رابعا، انتخاب قائم مقام تكنوقراط ومن أهالي القضاء ليعمل على خدمة الأهالي وليس بابتزازهم وسرقة أموال المشاريع الخدمية. وأخيرا، نتوسم خيرا بالحكومتين الاتحادية والمحلية بأن تحترم مبدأ الحكمة والعقل الذي تعاملت بها العشائر المنكوبة نتيجة استهتار العصابات الخارجة عن القانون وقتل أبنائها. والله ولي التوفيق عشائر قضاء المدائن.
أسبوع مر على قتل غدر ولدي كرم من قبل المجرمين الهاربين خضير برع وإسلام فاضل برع وتعدد الأسماء الأخرى. أنا وجهت سؤالا واضحا إلى سماحة الشيخ قيس الخزعلي المحترم عبر الإعلام، واليوم أكرر سؤالي إن الأشخاص الذين قتلوا ولدي كانوا يدعون إنهم قيادات وأعضاء في حركة عصائبه للحق، وأكرر سؤالي إلى الأمين العام للحركة، هل صحيح ما يدعيه وهنا تعدد الأسماء ينتمون إلى حركة عصائبه للحق أم لا؟ أتمنى من سماحة الشيخ قيس الخزعلي الإجابة على سؤالي، وأقول أن التصرف بمنطق العقل لا يعني الخوف، وعشيرة الدلفية 16,000 من الرجال، ولكن نريد القانون للقانون دور وللقضاء العادل دور. أنا والد الشهيد المغدور كرم، هذا ولدي غدرته عصابات قائم مقام والعصابات التي تنتمي له من جميع الجهات المسلحة، تنتمي انتماءها إلى الفصائل الحشد الشعبي، ولكن الحشد الشعبي بريء من هؤلاء. نطالب قيادات الحشد كافة بالرد السريع على مقتل ولدي وهدر دمه بالحال. هذا عصاب، هذا ينتمي إلى عصابة مجرمة قائم مقام القضاء أكثر من 15 عام يقود القضاء بعصاباته، والعالم يشهد. أين سكوت القائم أين سكوت رئيس الوزراء؟ أين الجهات الأمنية المشرفة على العراق؟ أناشد دولة رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات سريعة، وإلا أنا شيخ عشيرة أكثر من 16,000 أقود، يمكن إذا ما كرت راح أتصرف أنا وعشيرتي. فهل يقبل رئيس الوزراء؟ هل تقبل الجهات الأمنية هكذا؟ هل تقبل قيادات الحشد الشعبي اللي إلها دور بطرد داعش وأحضان داعش؟ واليوم العصابات تصول وتجول في قضاء المدائن وتقتل الأبرياء بدم بارد. ولدي كان متوجه إلى عمله ويقتله أحمد الدراعي وخلدون الدراعي وعصاباتهم الإجرامية. هكذا الحال في قضاء المدائن. المدائن منطقة منكوبة والحكومة لم تستجب. نحن لدينا فرصة أخرى إذا ما نفذ دولة رئيس الوزراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أوجه ندائي واستغاثة باسم عشائر ناحية الوحدة مع شبابها وشيابها وصغارها وكبارها إلى سماحة الرئيس الدولة دكتور برهم صالح، وإلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وإلى محافظ بغداد فلاح الجزائري. نحن أبناء ناحية الوحدة تظاهرنا وخرجنا لمطالب الإصلاح في ناحية الوحدة. من ذلك اليوم لحد هذا اليوم لا نجد في ناحية الوحدة خدمات وإصلاح. ناحية الوحدة منكوبة، وعانينا من هذه الأمر قبل شهر واستغثنا بالدولة. الدولة لم تستجب لنا أي مطلب حاليا. ناحية الوحدة مظلومة من 2003 لحد 2019. نحن اليوم في 2019 بلد التكنولوجيا والتطور. ناحية الوحدة يمسها بس الشر والعصابات. ناحية الوحدة لم يمسها القانون. القانون أين القانون؟ نحن عشائر ناحية الوحدة مع القانون، ونطالب في إدخال القانون في ناحية الوحدة. نحن ناحية الوحدة لا خدمات، لا مجاري، لا صحة، لا بيئة، منكوبة ناحية الوحدة. ناحية الوحدة نطالب بإدخال فوري من سماحة الرؤساء الثلاثة، طالبتهم بحقنا. نحن مواطنين، واليوم القانون يكفل حق الدستور. وين الدستور يا حضرة؟ بعد احنا ما نريد نحكي، انتم كلكم ماضحين. فاحنا نوجه استغاثتنا الى من يهمه الامر. نحن ناحية الوحدة نطالب في ادخال فوري وعاجل واسعاف ناحية الوحدة. اكثر من 15 يوم ينقطع منها الماء. ناحية الوحدة اكثر من 15 يوم مقطوع بها الماء. هون الله ويعني الباطل ما يتوفى. 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 وهاي رسالة الفاضل برع.
كل اصفال الجو اخذ ثار 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 اصفال الجو حسين هسه راح اشيك فيه.